ممكن محلل اداء، لا اما مدير فني، حاجه من الاثنين. حتى انا شايف ان انا يعني مستحمل اقعد في البيت، مش عارف ازاي بصراحه. الواحد ما بيحبش يقعد في البيت كتير، عشان اتعودت بقى على التمرين وكده، فكنتش متوقع ان انا اقعد في البيت الفتره دي كلها. بصراحه ما جربتش اخش المطبخ خالص، ولا جربت اعمل اكل. اتصل على الواتساب، في جروب كده النادي كمان عامله، فبنتواصل فيه كلنا. لا لو رجع بيا الزمن انا مش يعني اي قرار خدته مش زعلان عليه ولا ندمان عليه، فلو رجع بيا الزمن هاخد نفس القرار طبعا. الدوري الاسباني جدا دوري ممتع ودوري كويس يعني. بنصح الناس اللي هي تقعد في البيت الفترة دي علشان صحتهم وسلامتهم، وأهم حاجة الفترة دي إن احنا نحافظ على بعض، وإن شاء الله هتعدي وكله يبقى كويس بإذن الله.